هو مواطن الغد. طفلة اليوم هي مواطنة الغد. أنا نحل. بورتري لطفل أو لطفلة من تونس. نكتشف من خلاله شخصيته وأفكاره ورؤيته بكل ما يدور حوله اليوم، ونستمع إليه يحدثنا عما يحبه وعما يحلم به وعما يزعجه وعما يتمنى أن يغيره أو يصلحه في المجتمع، ونتقاسم معه ما يحلم بأن يصيره يوما ما حين يكبر، وما يحلم بأن يحققه في وطنه، وما هي تونس التي يحلم بها. أنا نحب هو برنامج مع الأطفال، ولكنه ليس للأطفال فقط، بل هو برنامج لي ولك ولك. هو برنامج للمستقبل وعن المستقبل، لتونس وعن تونس التي نتمنى ونحلم. عسلامة عسلامة عسلامة، شنو أحوالك؟ صافا لاباس. هيا مرحبا بيك. ميرسي. أحمد، أحلاه اسمك أحمد، شكون سماك أحمد؟ جو بونس كو سي ما مامون، خاطر بوي حب يسميني عزيز. هيا سي أحمد، عرفنا على روحك، شكونك أنت؟ اسمي أحمد، مو برينو سي ورغي. لقبك؟ لقبي سي ورغي. نحب الايسكريم والتنس والفوت. تحب برشا الرياضه مال سبور. وي. قد ايه عمرك احمد؟ جينوفون. 9 سنين. فانا قاسم تقرا ثوازيام اني، سنه ثالثه، نقرا في مدرسه خاصه. ونحب المدرسه هذيك. باهي هاتوا نحكيو على المدرسه، شنو اللغات اللي تعرف تحكيهم احمد؟ نعرف نحكي الفرنسي وشوية العربي. علاش شوية العربي؟ خاطر عشت برا؟ لا، خاطر كي كنت صغير كانوا ديما يحكوا معايا بالفرنسي. يا اخي استنست باش نحكي هكاك. قلت لي المدرسة نتاعي نحبها، علاش تحبها أحمد؟ خاطر جو لا تروف سامباتيك، المعلمين الكل باهيين. اي عندهم مثل باهية. شو يوكلوكم؟ بخفو ديما نوعو هالميك هذاك اللي عجبني فيها. والقراية والأقسام كيفاه؟ وصف لي الأقسام توا من الداخل كيفاه؟ قسمك اللي تقرا فيه سافا، موش صغير، متوسط، مزيان، فيه في طويل مزيانين، صابورة ديما نظيفة، قسم ديما نظيف، والمعلمين باهيين زاد. أحسن صاحب عندي هو جو بونس أديب. أديب يقرا معك في نفس القسم؟ أديب نو، لي بلو غران كو موا، اما نترينيو انا وياه. هو علاش هو احسن صاحب عندك؟ ساعة قل لي اش معناها الانسان يقول العبد هذاك هو صديقي المفضل، هو احسن صاحب عندي؟ شنو معناها الخصال اللي كاليتي لازم يكونوا عنده باش تعتبره احسن صاحب عندك؟ خاطرو ديما معايا، لي توجور ا مي كوتي، ويحبني وديما ان مون كوراج، هو يحبني و جو سوي تري جونتي معاه اي جو نونكوراج، ميم سي حتى كان ساعات نلعبو كونتر بعضنا في لي كومبيتيسيون. اي اي يصير مرات انكم تلعبوا ضد بعضكم؟ ديما كل ما نبداو كومبيتيسيون نلعبو ضد بعضنا. اي سي جوست بور فير لي تيست، ميم سي حتى كان يخسر معايا المونكوراج، وانا كي نخسر معانا جو نونكوراج. عندكم روح رياضيه اسمها الفير بلاي هذيا. دونك خلينا نبداو نحكيو على قرايتك، شنو الحاجات اللي تحبهم؟ هذا اذا كان انت تحب قرايتك. جادور لانفورماتيك. اي و جيم بيان الفرونسي والعربي و جيم لو سبور، خاطر جو بونس كو سا فا اتر سا ما ف الحاجه كو جو بريفير اونتر القرايه لي زاكتيفيتي سبورتيف. وشو اللي يعجبك فيها الانفورماتيك؟ ذكرتها هي اول واحده. خاطر جو تروف سا تري تري شويت، خاطر جو تروف اللي فيها برشا حاجات نتعلمهم باش نجم نقرا حاجات اخرين. مي فيها كي باش نحب نعمل دي ريشيرش لازمني ندخل على الانترنت باش نخرج حاجات، وهذاك اللي عجبني. الفرونسي قاعدين نعملو فيه دي برودكسيون لكتور و كونجوغيزون دو باسي كومبوزي. اي و اللونغ لي زادفيرب و هكا الحكايات الكل. اللغة تظهر لك سهلة ولا صعيبة؟
معناتها هذه الجرامير والكونجوغيزون والصرف والنحو سهله والعربي سهل زادا؟ لا العربي جو تروف دي ديفيكولتي في علاش مش في كل شيء فوالا ميم سي جي دي بون نوت اما جو تروف با فريمون حاجات نكتبهم بكشي خاطرك انت ما تقراش انت تعمل مطالعه هاي ديما شنو الكتب اللي تقراها قريت في العربي و زوز احكي لي على العربي وعلى السوري الاثنين نحب نعرف الفرنسي اما قريت مشيت المكتبه اخترت لا غوند غير نقرا انا وامي هي ديجا بديت فيه هنا وصلت لا باج 20 ونقرا دي بي دي بالعربي وبالفرنسي ولي مونغا تاع الفرنسي اي والعربي الكتب اللي بالعربي اللي طلعهم ما نطلعش برشا نقرا دي بي دي يمكن على هذاك تلقى شويه صعوبه في التعبير في الانتاج اما كتابيه اما جوست كي نقرا كلكو كتب نلقى شويه عبارات عليهم ضحكتني نقرا كلكو كتب نقرا شويه كتب تخمم في نهار غدوه في المستقبل اي برشا برشا كيفاش تخمم في المستقبل علاش ساعه تخمم في المستقبل برشا خاطر نجم الدنيا تتبدل نجمو معناه الكرابي واللي يطيروا اي نجم معناه نجمو ينجمو يصنعوا روبوات يخدموا في بلاصتنا هما يبداو فما بلدان اللي عندهم ديجا روبوات يخدموا في بلاصتنا هما ديجا نيويورك وهكا البلدان اليابان مثلا وفي كوريا وفي برشا بلدان لا لا فوكم متقدمين على تونس برشا جست نحن فودغي فوار البلاد تتطور قبيله قلت لي انا اهم حاجه عندي تعجبني هي الرياضه سبور وي انت شنو سبور اللي تعمله ساعه؟ ساعه نعمل شويه نعمل اسكريم ديجا انا نحب نعمل اسكريم خاطر ديجا ربحت كومبيتيشن مبرزه بالصيف اي مبرزه بالصيف خاطر ديجا عندي ما بلاص غاديك ربحت ان شامبيونات تونيزي وقتاش فانا عام احمد 2022 جيت عندك عامين التالي جيت لوليني جيت بطل تونس معناها فانا صنف عندكم اصناف عندكم لي كاتيجوري لي كاتيجوري لعبت 11 سي با ما كاتيجوري اما سافا جي غاني لا 3ييم بلاس شامبيونات تونيزي وسنة اخد عوام نلعبهم في الكاتيجوري نتاع الامنا في الشامبيون نتاعي شنو اسمها التوني نتاعك مع هذا اسمه فما ملون نبداو بالكويراس وبعديك الالكتريك و باش تنجم تلعب لازمك الفيل دو كور والبروتيج ما تتوجعش والجولف الجولف السروال ما نستعملوش كي نبداو نلعبوا في بعضنا كي تخف الفلوري كي تبدا تلعب تحس هون يبدا رزين اما كي تبدا تلعب السيف يبدا رزين اي اما كي تبدا تلعب تحسه خفيف وكي باش تمشي تعمل البوان تحس حاجه كانك عملت حاجه كبيره جبدنا نحكيو على المستقبل يا سي احمد اي كيفاش تتخيلوا المستقبل مستقبلك انت مستقبل عائلتك مستقبل البلاد اللي انت تعيش فيها اللي هي تونس كيف تتخيلوا احمد يبون نتخيل تاع تونس ديجا باش تقعد هي بيدها خاطر ديجا ما عندناش حاجه قويه في البلاد مستقبلي انا جابونس باش نطلع مبينيت سبور والانفورماتيك مش حاجه كبيره مستقبل عائلتي كوا معناها ما كوزين باي باش تشد لو ميم ترافاي كو سا مير وانا ديجا حكيت على روحي و جو بونس مون اوتر كوزين لا بتيت باش تعمل دوتر اتود باش تعمل ميديسين جو بونس و مون اوتر كوزين الكبيرة جو بونس باش تلعب هوند كيف ما هي قاعدة تلعب كيفاش تتعامل مع امك وين كيفاش اصحاب تحكي له بعضكم كل شيء نحكوا مع بعضنا كل شيء اما ساعات ما نقول ليش كل شيء نقول لي فين نحكي نمشي نحكي مع بماتي
خاطر مامتي واضحة ساكنة أمي معناها كيف كيف. كيفاش علاقتك بمامتك؟ باهية صافا. شنو تحكي أنت بيا؟ معناها شنو الأسرار اللي تحكيهم لك هي والأسرار اللي تحكيهم لها أنت؟ الأسرار اللي نحكيهم لها أكثر على مي زيفالواسيون قرايه معناها في القسم والحاجات اللي يصيروا مع المعلمين. مع المعلمين مثل كي نقولوا مره جيب اون بون نوت ما نقولش ماما نقول ساعة لخالتي ومن بعد كان نمشي نقول لمامتي ومن بعد كان نقول لامي. تحب نهار اخر تتعلم لغات اخرين؟ اي شويه الاسبانيول وشويه المكسيكان. وعليه هذوما بالذات هما مش بعض على بعضهم الاسبانيول والمكسيكان؟ خاطر نفس الثقافة نفس العائلة. خاطر المكسيك بقعة مزيانة تعجبني وال واسبانيا والاسبانيول يعجبني خاطر جبو معناها كي نحب نسافر لاسباني نجم نمشي معناها مثال نقولوا لبرشلونة وأكل أكل بقايع بوكم. شنو هما البلدان تحب تسافر؟ تحب السفر انت؟ سافرت لحد توا ولا ما سافرتش حتى مرة؟ سافرت اما كون جافي 5 مشيت جو مو سوفيان مشيت شو اسمها لاسبانيا و توا جو بونس في الصيف باش نمشي لفرنسا. تفكر حاجة على السفرة نتاعك لاسبانيا وانت عمرك 5 سنين؟ اي نورمالمون 5 سنين نتذكروا. شنو تتذكر من سفرتك؟ وقت مشيت لبرشلونة جو مو سوفيان فما وقت مشينا في لينك مشينا كلنا بيتزا مي بو بيتزا ما كانتش بنينة ما كانتش بنينة. جو فودغي بيان روفوار برشلونة خاطر Et quand j'avais 5 ans, c'était pas très avancé. Donc, on a chauffé leur nouvelle technologie. Ou le plus important, on a chauffé les joueurs. J'avais 5 ans aussi, c'était quoi je pense Real Barcelone. Madrid voilà. Ah oui, Barcelone contre Real Madrid. Oh, une autre chose que j'aime, c'est qu'on aime chez le bled ou les forces spéciales. C'est les forces spéciales, les forces spéciales, ils défendent عليهم quoi. Bon, le Mexique, je trouve ça joli. معناها عندهم برشا ديفات. هاي خلينا نحكي معك شويه ذوقك في الماكله كيفاش؟ شنو تحبي؟ انا انت يا ملينا مره جيت ونعملوا حصه انت اسالني وانا نحكي لك على الماكله اللي نحب. انا جيم بيان الماكله التراديسيونيل مكسيكان وتونيزيان. اللي شنو سميهم لي ترا شنو هال بون انا عم وقت مره بركه ماكله مكسيكان بنينه تاكوس مكسيكان حار هو ديجا والماكله التراديسيونيل تونيزيان الكوسكسي وكل حكايته فيكم الكل. تسمع موسيقى؟ نو جيم با ترو سا. ما تحبش الموسيقى بالكل؟ Je trouve ça très actif. Je m'en ai ma femme façade ma femme que je m'en ai. Je trouve ça mané nalqa yesser mané souta qoui ou yesser fa harka j'aime pas ça. La musique mouch le كلهم فيهم هكا فما انواع نتاع موسيقى فما موسيقات فيهم الغناء كلام فما موسيقات ما فيهمش الكلام فما انواع لازمك تسمع باش تكتشف. Je pense ça nous ma musique oui خاطر ديما امي تحب الاغنيه فيروز وورده وام كلثوم دونك فوكم صافا ما قلقونيش برشا نحبهم شوي. وين ترى حياتك نهار اخر؟ ديجا حياتك وانت كبير عمرك هكا 24 ولا 25 سنه خديت شهادتك تحضر روحك باش
وتخدم تحضر روحك بالك شي باش تولي عندك عائله. ليه انا جو بونس با ديجا انا باش نرجع لتونس خاطر جي با الشوا ليسكريم ولي زونترينمون في تونس مع دون. الفريق الوطني فوالا اما نجم نمشي نلعب في الفريق الوطني فرنسا تاع فرنسا خاطر خاطر ديجا هما عندهم ديجا ان لي سبورتيف انا نجم نكبر غادي اذا قريت غادي كتكبر غادي تنجم تولي تلعب في الفريق نتاعك قدامك معناها برشا اختيارات قدامي برشا اختيارات نجم نمشي نلعب في امريكا ولا نجي نلعب باسكيت غادي نولي كيف ما جوردان كيفاش تظهر لك تونس وشنو الحاجات اللي يعجبوك وتحبهم فيها هو ديجا فما حاجه برك تعجبني في تونس هما البقعة هما فما كين بقعة واحدة تعجبني في تونس الكل هي السونتر فيل هكا هو انت ما تعرفش تعرف الجمهورية الكل انت؟ اه كلها تعرفها؟ اه مش الكل اما اكثر تعجبك كين وسط البلاد هكا هو؟ تعجبني كين في وسط البلاد ازين حتى من وسط البلاد في بالي اما خاطر السونتر فيل معناها نجمو نلقاو برشا حاجات فيه كانك تحس روحك ميم با حتى في تونس خرجت منها En plus, centre-ville, il y a centre-ville, il y a un centre-ville, des bâtiments qui sont faits par le pire. Oui, il y a un centre-ville. 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 Il y a فيها كل باب فيها كل باب هكا هاو فيهاش حاجات اخرين محلاهم فما مثلا البقعة هذي بقعة هذي بالبدارة اي مزيان خاطر جو تروف كل الاجار نتاعها مزيانين والهبطات نتاعها مزيانين كلها محلاة بالبدارة فيها الحيوانات زاد ساعة ساعة يتعدى الطاوس نجم نبداو قاعدين هكا يتعدى الطاوس وحدو وحدو هكا قلنا على السلامة ويتعدى والبحر تحب البحر؟ لا ليه تحب جبال خيرة؟ تحب لو بروفير معناها لي روندوني كو البحر شنو اللي يعجبك في لي روندوني يا احمد؟ يعجبني كو انت تبدا تطلع في الجبل وتغزر اللوطة تحس روحك عالي تنجم تشوف تونس كل ما تدوخش فما عباد عندهم لي فيرتيج احمد شكون الناس اللي تحبهم وتحب تقول لهم اللي انت تحبهم؟ بون فما نبداو بسيدي فامي نحبو خاطر إلي تخي جونتي تخي سامباتيك و تخي أميزون بون جو فودري بيان كو مو ميغ أمي يبدا معايا أمين جو فودري بيان كي سوا أفيك موا أجوردي جو فودري بيان ميم كي سوا أما بلاس الباقي الكل يعرفني أنا نحبو ما تحبش تعملهم ديكلاراسيون قدام الشعب التونسي الكل في التلفزه ما عينكش خاطر يعرفوا ديجا اللي انا باهي شنو تحب تقول لنا في اخر البرنامج احمد قبل ما نبلوا بشتينا وياك ما نعرفش بزاف الخم ليه وفي الوقت C'était bien, c'était très amusant de venir ici. مرحبا بك. C'était très amusant de passer à la télé. Amaïsra qui est en français ouais là. J'ai bien y allé. T'as dit de Talza. Il t'a dit de Talza ou j'ai bien les aide les. T'as عرفت عليكم. عايش حتى احنا فرحانين بيك. C'est tout. إن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى. إن شاء الله. عايش كل أصحابك كل شفاجو في حلقتك. حاضر. شكرا لك أحمد. Merci. باي باي أحمد. Bye bye.